انا اسمي هادي حداد، مصور ثقافه، مصور الادب، مصور الفعاليات الادبيه والثقافيه في محافظه اربد، سكان الحصن حاليا. زي ما شايفين اليوم في عندي معرض، عملت طبعا 4 معارض قبل هاي الفتره، كان واحد في الطفيله وواحد في بيت خلق علي خلق الشغيري. اليوم المعرض هو عن تراث الاردني، عن الحياه القديمه اللي كانوا عايشينها ابائنا واجدادنا. والإبداع والفن، أهلا بكم جميعا. مكانا يلتقي فيه المثقفون في أصناف الثقافة المتعددة، المعارض المتنوعة، الأمسيات. وإذ أننا اليوم نحتفي بفادي، فغدا نحتفي بغيره من الزملاء. الأستاذ الفنان فادي حداد، فبكل مكان له ذكرى تفوح رائحتها عطرا. احتفال عطوفة مدير ثقافة إربد الأكيال دكتور سلطان الزغور. تحية محبة وأخوة صادقة مني وبعد. عطوفة مدير ثقافة محافظة إربد دكتور سلطان الزغور. فضل كبير لفادي لأنه الفيديو اللي طموحاتنا وإن شاء الله تحقيق وحدتنا. تقع في شمال الأردن وعلى صحيح يعجز اللسان والكلمات عن التعبير ما يجوش في خاطر الإنسان. أتمنى كل شخص يرسل حتى تليفونه يشاركنا متطور معنا في كل بأدبه باحترامه. هذه إني على الوفا ربيت وبين جفنيك يطيب المبيت. وللهيئات القائمة على هذا وبفيصل وبغالب وحتى بمحمد سمارة الناشط الموجود في غالب الفعاليات.